انطلقت في مملكة البحرين أعمال النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية بتنظيم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وعدد من المنظمات الدولية، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. ويستضيف المؤتمر نخبة واسعة من متخصصي ومستخدمي علوم البيانات من المنظمات الدولية والإحصائيين، وسيتطرق خلال جلساته إلى جملة من المواضيع الإحصائية المهمة مثل التقنيات والتكنولوجيا الجديدة وتوظيف الذكاء الصناعي في تبادل البيانات. يواجه العالم أجمع تحديات كبيرة حول جمع البيانات وحمايتها، ومع توفر البرامج التقنية التي يوظف فيها الذكاء الاصطناعي ساهم وبشكل فاعل في تأمين البيانات وعرضها بين الدول، ليتسنى لمملكة البحرين عبر جهودها الواضحة من استضافة المؤتمر العالمي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية تحت عنوان تمكين مجتمع البيانات. خدمات إلكترونية ومعتمدة بشكل كبير جدا على الربط على البيانات، دقتها وصحة هذه المعلومات وإمكانية الوصول لها. اليوم المؤتمر يتكلم عن الإحصائيات، ربطها وكيفية تبادلها على مستوى العالم. مختلف المنظمات، يعني كبرى المنظمات العالمية اليوم موجودة تتبادل هذه المعلومات، وعندها آليات تبادلها واستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الاستفادة من البيانات، تحليلها، معالجتها، وسهولة الوصول لها من قبل الحضور. اليوم عندنا طبعا أكثر من 500 مشارك من أكثر من 100 دولة، وهذه دليل على نجاح إن شاء الله هذا المؤتمر، ونتمنى أن احنا نحصل أفضل النتائج من خلال المشاركات الموجودة. تلعب مشاركة البيانات الإحصائية والوصفية دورا بالغ الأهمية للوصول إلى وضع الحلول المثلى وتحقيق الأهداف المرجوة على المستويين المحلي والدولي. البيانات والإحصاء التطور فيها يعتبر لحظي، دائما كثير من الدول في العالم وأيضا المنظمات الدولية تستثمر بشكل كبير على تطوير الحصول على البيانات، أولا طريقة حساب البيانات، وأيضا إبراز ونشر النتائج بشكل جيد بحيث أنها تفيد المستخدمين بشكل كبير للحصول على أفضل النتائج اللي هم يحتاجونها في البحوث. في العمل الإحصائي تطويره مهم، ومملكة البحرين يعني ما شاء الله متقدمة بهالمجال هذا، خاصة استخدام السجلات الإدارية، وهي تعتبر من الدول المتقدمة في المجال هذا. يعقد المؤتمر على هامشه جلسات بناء القدرات الإحصائية مستقطبا مجموعة من الإحصائيين والخبراء ومحترفي البيانات في القطاع الإحصائي في سبيل دعم عملية تبادل البيانات الإحصائية والمؤشرات وبياناتها الوصفية، إلى جانب ورش العمل التخصصية والجلسات النقاشية العامة. المؤتمر العالمي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية يعد حدثاً مهماً لاستعراض آخر التطورات الدولية والتحديثات في المعلومات الوطنية وبياناتها، من أجل تعزيز الإمكانيات المعرفية للعاملين في هذا المجال. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.